نعم ماما منيوكا، شو هالصور اللي فوق راسي؟ اختار واحد هلأ بسرعة. اوكي خيار جيد ماما، كل صورة بتمثل الوحش اللي لازم تقتله خلال 24 ساعة. جاهز لهيدا الشيء؟ ماشي. هيدا هو الزومبي اللي لازم تقتله، بسرعة ارفع ايدك وقوس، عندك قوة خاصة. غيرت رأيي، ما بدي اقتله. بلهبل، اعطيني ايدك. برافو عليك، هيدا اول وحش بتقتله، انا كتير فخورة فيك. ما عم صدق اني قتلت حدا هلا. صح، سكاي ابني بعده صغير، بس انا متأكد رح يصير صياد كتير شاطر مثلي بس يكبر. انا بعمره قتلت كتير وحوش. بما انه انكم صيادين بحق لكم انكم تقتلوا. طب بركي ما بدي اذي حدا انا. طيب هالوحوش اللي عم بتقول ما بدك تأذيهم، كل يوم عم يقتلوا عالم بريئة، فاعمل شغلك وروح اقتلهم. يلا. ما رح تصدق، بس صرت قتل 6 وحوش من اصل 8. عن جد؟ وانا صرت قتل 4. وانا صرت قتل وحش واحد بس لهلا. لانك اهبل، انت عار علينا، عار على الصيادين، مش لازم تكون مننا. سكاي عندي لك مهمة، هيدا الملاك خود شوف صورته، امبارح سرق بنك، بدي اياك تلقطه وتقتله بسرعة. حاضر استاذ جوني سينز. يلا عشغلك. بخشاني، حاسس في شي غلط، عندي شعور غريب. سكاي بلا هبل، هالوحوش بيعملوا كتير قصص بشعة ولازم نقتلهم. يلا روح انت من هيدي الجهة وانا بروح من هون. ما تقتلني بليز. انت الملاك اللي سرقت البنك؟ لا مش مزبوط، عم بيكذبوا، انا مش ملاك ونحن مش وحوش. نعم؟ هن عم يقولولكن هيك كرمال. بخشاني شو عملت؟ لا قوصتها، كنت بدها تقول شي. اختار توأم روح، واحد ما في يمشي وواحد ما في يشوف. شو هيدا؟ ماما منيوكا؟ شو هيتنيتون اخرى من بعض؟ ما فيني نقي هيك. مجبور تنقي يا ماما اذا كان بدك توأم روح. يلا الله بعينك. طيب ماشي، رح نقي اللي ما في يمشي. بيضات لؤي، بخشاني، بتعرفوا لكم شي بنت عنا بالمدرسة ما فيها تمشي؟ لا والله مش على علمي في عنا بنت بالمدرسة هيك، ما بعتقد. يا ربي ليش؟ لازم التقي بتوأم روح بسرعة، كل مرة تقدر ترجع تمشي. سكاي وقف شوي. فص مبلول، مش وقتك هلأ، مستعجل. لحظة، سمعت الخبر البشع؟ خبر بشع؟ شو هو؟ لازم نلاقي توأم روحنا خلال 24 ساعة أو رح يضلوا معاقين. بس 24 ساعة؟ سكاي؟ نعم أستاذ جوني. قالوا لي إنك شاطر بسباحة، صح؟ إيه أنا شاطر كتير بسباحة. لكن شو رأيك تشارك بمسابقة لسباحة لتمثل مدرستنا مدرسة العكاريت؟ ضد مدرسة تانية؟ صح، هتكون ضد مدارس تانية. طيب، أوكي، موافق. سكاي، أنت متأكد من موضوع عيد المسابقة؟ لأنه البنت اللي حتواجهها بالمدرسة التانية كتير شاطرة بسباحة. شاطرة كتير؟ كتير كتير. شو بدي أعمل؟ بعد في ساعة للاقي توأم روحي. سكاي عندي خبر كتير حلو لألك، سمعت إنه البنت اللي رح تنفسها مشلولة ما فيها تمشي واسمها طمزية. تحدي اليوم، اختر لون. الله يسوش رح يطلع لي تحدي. نعم، شارك قصة حياتي مع متابعيني. يلا ليش لا. سنة 2022 يا حلوين كانت من أحلى السنوات اللي بمر فيها بحياتي. بفضلكن قدرت أوصل من 200 ألف متابع ل 1.5 مليون متابع من مختلف الدول العربية، وهيدا الشي كان بفضلكن أنتو، بفضل دعمكن وبفضل محبتكن لإلي. هدفي كان كله من هيدا الشي إني خليكن تكونوا مبسوطين ومرتاحين، حسسكن إنو عم تحضروا أفلام ومسلسلات على تيك توك. كنت كل يوم عم بكتب وعم صور وعم منتج كرمالكن أنتو. حتى إني عملت لكم شخصيات كتير بتحبوها، من بينهم توأم روحي طمزية، ماما منيوكا، عالسا، بيضات لؤي، وما ننسى الأستاذ جوني، وغيره وغيره. بس هالمرة عن جد أنا محتاج دعمكم ومحبتكم أكثر من أي وقت. يا حلوين، بدي منكم تفجروا هيدا الفيديو، توصلوا لأكبر عدد من الناس، عملوا لايك، عملوا كومنت، عملوا حركة الإكسبلور بليز، كرمال نقدر نفوز بلقب أفضل صانع محتوى لعام 2022. بحبكم من كل قلبي. سكاي، شكرا لك. شو عملت؟ قدرت تشوف شي من خلالها أو لا؟ اعترف. لا، ما قدرت تشوف شي، ما زبطت. منيح، لأنه بعدك مش جاهز تشوف شي صدقني. يلا روح. بشاني اسمعني شوي، جبت شي شفاف وطلعت من خلاله. وليه مسطول؟ ليش عملت هيك؟ طب شو شفت؟ قلي.
شفت أهلي بس صراحة كتير بشعين. تلميذ اسمعوني شوي، حدا فيكن جرب يستعمل شي شفاف ليقدر يشوف؟ لا أستاذ جوني أكيد لا، بس فرضا عملت هيك شو فيها؟ أي حدا بجرب يعمل هيك رح يتم إعدامه فورا. أوكي؟ أكيد أكيد. بعرف إنك شفتن أنت كمان. مين حكى؟ أنا يا مسطول هون. فص مبلول هيدا أنت؟ هي أنا كمان شفت أهلي، شكلهم زي الوحوش والدمعة منزل من تمهم. بخشاني ليك شو جبت وأخيرا اشتريتن؟ نعم كيف اشتريتن؟ قلي. سرقت مصاري من جزدان ماما من يوكا. اسحك إلي إنك ناوي تستعملهم. أكيد. سكاي انت منيح؟ ليه وجهك هيك؟ بطني عم توجعني استاذ، اكلت شي الصبح وصار عندي اسهال. اها وليش عينك حمرة؟ عيني حمرة؟ فات شي فيها من شوي وعم تحرقني شوي. سكاي يلا خبرني شو شفت؟ كل حدا فوق ال 18 طلع شكله كتير بشع، بيشبه الوحوش. اف طب وليش نحن شكلنا بعده طبيعي؟ ما فهمت. هلأ فهمت لي ما بدهم ايانا نلبس عوينات ونشوف حقيقتهم. صار عمركم 18 وجاهزين لتلبس عوينات وتشوفوا. خشاني عندي شعور مش حلو. خلاص خراس خلينا نسمع كلمة أهلنا. يلا امشي. مبروك سكاي، انت أول واحد رح تختار أي عوينات تلبسها. عم بتكذب انت، ما حنختار عوينات صح؟ ماما منيوكا مش عارفين ايش عم منيح. من لما خلقت نظرك ضعيف، بس ما تخاف مع الوقت كل ما تكبر نظرك بيتحسن. سكاي ليك بخشاني هيدا انت؟ لك ايه هيدا انا. ليك قدي طلع عندك ضعف نظر؟ ناقص 15. وانت قديش؟ انا عندي ناقص 20، ما عم فيني شوف شي يا زلمة. سمعت انه في عوينات منلبسهم بصير فينا نقشع. صح مزبوط، بس نحن ممنوع نهائيا نلبسهم قبل ما يصير عمرنا 18. صح. معكم الأستاذ جوني سينس، بدي كل واحد فيكم يقول لي قديش عنده ضعف نظر. أنا ناقص 15. وأنا ناقص 30 أستاذ. وأنا 10. تمام، بدي أذكركم بقاعدة كتير مهمة، ممنوع تلبسوا عوينات النظر قبل ما يصير عمركم 18. ليكو من إجا أغبى واحد بالصف. بيضت له أي حل عني. ولحظة شوي، كيف حاطت عوينات بعد ما صار عمرك 18 سنة؟ إنه ليش لأنطر ليصير عمري 18؟ أهلي غنية كتير وخليتهم يشتروا لي إياها هلا. بخشاني والله كتير حابب شوف شكل الكرة الأرضية كيف وشكل العالم كيف. سكاي ما بقى تستهبل، شكلك ناس انه كل واحد بده هيدا الشيء قبل ما يصير عمره 18 رح يموت بسرعة. ماما منيوكا فيك تقولي لي كيف شكل الكرة الأرضية؟ ما في شيء مميز يعني، شجر وورود وهيك يعني. فين استعمل العوينات تعولك؟ اكيد لا، ما بقى تعيدها لهيدا الجملة، انت منك جاهز بعد. ألو سيري كيف فيني اصنع شيء مثل النظارات؟ هل عمرك فوق 18 سنة؟ أكيد. لرؤية أفضل فقط انظر من خلال شيء شفاف. سكاي ماما شو عم يعمل هيدا الشيء الشفاف اللي بين ايديك؟ اعطيني اياه هلا، اعطيني اياه. اصحك تفكر تعمل. سكاي لا شو عملت؟ شارك توأم روحي بعيوني أو شاركها بلساني؟ أكيد رح نقل لساني، هيك فيني أعرف شو عم تاكل. ماما اخترت إني شارك لساني مع توأم روحي، هيك اتنيناتنا صار فينا نعرف شو عم ناكل. كتير منيح، لكن لازم تاكل بصل. نعم إذا بتاكل بصل هيك ريحة تمكن بتطلع ودغري بتلاقي توأم روحي. صراحة فكرة مش عاطلة، بس أكيد مش رح أكل بصل على المدرسة. غريب بعدني لهلأ ما دقت شي. أولك توأم روحي يعني بعدها ما أكلت؟ يمكن توأم روحك هي الأميرة عكروتة وهي ما عم تاكل أصلاً. ليش ما بتاكل؟ يا حمار كرمال تلاقي توأم روحها، هي عزمت كل الشباب اللي صارن يومين مش دايقين شي لعندها على القصر. لكن لازم روح بسرعة. ايه أكيد روح قبل ما تعجق. سكاي شو عم تعمل هون أنت؟ جاي شوف إذا الأميرة عكروتة هي توأم روحي. ولا بأحلامك، خرسوا اتنيناتكن. الطريقة الوحيدة لأعرف أي وقت فيكن هو توأم روحي هو إني طعميكن شيء أنا بحبه، اللي بدوقه وأنا بدوقه هو بكون توأم روحي. أنا أكلت تاعتي. وأنا كمان أكلت تاعتي يا أميرة. خلاص عرفت من توأم روحي هو
وأهلين أصدقائي، إن شاء الله تكونوا بسطتوا بالقصة. وعندي طلب صغير منكم، بليز لكل حدا بحبني بدي اياكم تفوتوا لعندي على الحساب، تكبسوا على اللينك اللي حاطه بالبايو وتنزل التطبيق اسمه كواي. كواي هو ابلكيشن مثل التيك توك، بيشبهه كتير. هونيك عم نزل قصص كتير حلوة مختلفة عن التيك توك كليا، عم نزل قصص رعب وقصص هيك اكشن. فعملوا معروف، فوتوا كبسوا على اللينك ونزلوا ابلكيشن كواي وعملوا المتابعة هونيك، رح فرجيكم كيف وين تكبسوا وشو لازم تعملوا. بحبكم كتير كتير، واكيد رح ضلني نزلكم قصص احلى واحلى. مع السلامة. اوكي، بتفوتوا على حسابي، تكبسوا على هيدا اللينك، بس تكبسوه بيخدكم لهون، وهيدا هو الابليكيشن، هيدا هو التطبيق بدي اياكم تنزلوه. مجرد ما تنزلوه وتفعلوه بتفوتوا عليه، بتفوتوا وبس ينزل التطبيق يا حلوين، بتفوتوا عليه اعملوا سيرش على اسمي، اعملوا له متابعه. واللي بيعمل هيك، اللي بيفوت على اللينك وبنزل التطبيق واللي بيعمل مثل ما قلت له، يكتب لي تم لاعمل له متابعه على التيك توك. بحبكم كتير و love you all. ليش مغطي جبينك؟ شو عم بتخبي؟ لأنه برد. بردان؟ بردان قلتلي. تعال هون شلحة. عرصة؟ ليش اسم اختي عرصة عجبينك؟ لأنا توأم روحي. بلا هبل، هيدي مجرد صدفة، اختي مش توأم روحك، اختي ماتت. صراحة؟ العلامات بعدهم على وجهي، وهيدا الشي بيعني انه توأم روحي بعد عايشة، إلا إذا أنت عم بتكذب علي وعرصة ما ماتت. سكاي مش وقتك هلأ، تأخر كتير الوقت، فل من وجهي، فل من هون. ماشي. أنا متأكد إن أختي عرصة هي توأم روحي، بس يا ريت عطتني شي إشارة أو شي شغلة. عن جد إنك غشيم وأهبل، كل هالعلامات اللي على وجهك وبعدك مش متأكد إنها توأم روحك؟ خد هيدي لقلك، خليها معك، رح تعوزها. بس ما فهمت شو بدي فيها هيدي، لشو بدي استعملها؟ هيدا الشيء انت بحاجه لإله لتقتل الشخص اللي عم يأذي توأم روحك، اذا بتقتله جروح توأم روحك بتشفى كلها. ماما انا رجعت. اهلا سكاي، وجهك. شو بوجهي؟ في عليه علامات. لك بعرف. لك لا، علامات زرق لونها الازرق. نعم زرق. انت بتعرف شو يعني هيدا الشيء؟ لا ما بعرف شو معناته هيدا الشيء. لازم دق للشرطه، هن الوحيدين اللي فيهم يحموها لعرصة. ألو؟ شرطي حمامة؟ نعم تفضل. لازم تنقذ توأم روحي عرصة بسرعة، هي بخطر كتير كبير. طيب ماشي ولا يهمك، أنا رح أتصرف، قلي وينة بس. حرام، العلامات اللي على وجهه لونهم أزرق. لحظة، شو بتعرف عن الموضوع؟ شو يعني؟ لما يكونوا العلامات لونهم أزرق يعني توأم روحك كانت رح تموت. كانت رح تموت؟ شرطي حمامة، جيت بالوقت المناسب. هيدا هو البيت؟ ايه هيدا هو البيت. ماشي، رح جرب دق على الباب، اذا ما حدا رد رح اكسره. شو عملت؟ من كل عقلك مفكر الشرطي رح يوقفني؟ فل من هون بسرعة. مش رح فل. وين عرصة؟ بيضت له اي، عم قلك مش رح فل قبل ما تقلي وين عرصة. فل عم قلك وإلا سكاي. لحظة، كيف هربتي انت؟ عرصة والله ما كنت بعرف انك توأم روحي. انا بعرف، رح قوسكم اثنيناتكم. لا بليز ما تأذي لسكاي. بيضت له اي، انا بنصحك تعتذر وتخلينا نهرب. والا شو عم بتهددني؟ تعرف هيدي شو؟ لا شو هيدي؟ شوف سكاي انقذتني. شو هالعلامات اللي كلهم على وجهي؟ الو بيضت له اي؟ سكاي ما تنسى تجي على جنازة اختي عرصة اليوم، اوكي؟ نعم. شو جنازة؟ ليش بها اختك عرصة؟ ما كان بها شي امبارح. كسرت اصبع اجرها الصغير وماتت، اوكي؟ يلا باي. بس العلامات بعدهم على وجهي، هيدا الشي بيعني انه عرصة ما ماتت. هلو سكاي. بخشاني اهلين. ليش في علامات هالقد على وجهك؟ لانه توأم روحي جرحت حالك كذا مرة. بس بركي يمكن كرمال. بركي شو؟ طب ليش حاسس انه بيضات لؤي عم بكذب علي وعم بخبي شيء؟ ما بعرف، بس في كتير علامات على وجهك، لازم تلاقيها بسرعة على توأم روحك. سكاي انت بتعرف اخته لبيضات لؤي ماتت؟ بلا بعرف انها ماتت اخته. طب وليه مش زعلان؟ لانه عندي احساس انه ما ماتت وفي شيء مش مزبوط. كيف؟ شو عرفك؟ ما فهمت.
لأنها توأم روحي، وأنا متأكد مبارح لما شفتها كان عندها 3 جروحة على إيدها مثل وجهي. طب شو ناطر؟ لازم تتأكد بسرعة إنها توأم روحك أو لا. مزبوط صح. هاي ماما أنا رجعت. عرسة؟ لحظة، كيف عرفت اسم أخته لبيدات لؤي؟ مكتوبة عجبينك. نعم؟ هلأ متأكد إنها توأم روحي؟ لحظة، بس مش على أساس أخته ماتت؟ بلا، بس في شي مش مزبوط. إن شاء الله يكون بعده فايق بيضات لؤي. سكاي، شو عم تعمل هون؟ نسيت كتابي عندك مبارح، فيني فوت فتش عليه؟ طيب أوكي فوت. وين تركته للكتاب؟ قلي. نسيت وين حطيته بالضبط، بس هيني رح فتش عليه. طيب أوكي، بس ما تطول. ايه ولا يهمك. عرسة؟ عرسة؟ سكاي، شو عم تعمل بهالغرفة؟ هلا تذكرت، انت ما جبت معك كتاب مبارح كذاب. صح، تذكرت، ما كنت جايب معي كتب مبارح لعندك. وليش مغطي جبينك؟ شو عم بتخبي؟ لأنه برد، كثير برد. برد قلت لي ايه؟ تعال هون، شلحها. تطلع لي علامة على وجهي كل ما توأم روحي جرحت حالة، أو تطلع لي علامة على وجهي كل ما توأم روحي حكيت. أكيد رح نقي كل ما جرحت حالة، لأنه كلنا بنعرف البنات لسانهم طويل وبيحكوا كتير. ماما منيوكا، أنا رايح على المدرسة. إن شاء الله تكون اخترت شي ساعدك تلاقي توأم روحك بسرعة. بلا، اخترت إن يطلع لي علامة على وجهي كل ما توأم روحي جرحت حالة. كيف هيك؟ بس ما في شي على وجهك لهلأ. لا، هيدا شي منيح على فكرة، هيدا شي بيعني إن ما أزت حالة لهلأ، الحمد لله. يلا باي. هاي حلوين، شو عم تعملوا؟ لحظة، شو هيدا؟ بخشاني، شو بك؟ منك منتبه إنه في علامة على وجهك؟ لا، هيدا شي بيعني إنه توأم روحي وقعت وجرحت حالة. لحظة هلأ روق، ما في داعي تكبر الموضوع، يمكن وقع خفيفة. معك حق، ما في داعي لكبر الموضوع، ممكن شي بسيط. طمزية، هاي قلبي، عطيني بوسة. رجع لورا، عن جد شو إنك وقع؟ مش شايف العلامتين اللي على وجهك؟ علامتين؟ هيدا الشي بيعني إني مش توأم روحك، فل من وجهي، حل عني. تعرف شو؟ لطيزة، زحفة. يا ترى كيف توأم روحي جرحت حالة؟ سكاي، خلص يا زلمة، ما تخاف، ما بها شي. بس أنت شو عرفك؟ كيف متأكد؟ لأن طالما العلامات بعده الموجودين على وجهك يعني بعدها عايشة، إذا اختفوا يعني ماتت. أوكي، ما بقى لازم فكر بتوأم روحي وركز على درسي. سكاي، أنت حتكون مع بيضات لؤي بالمجموعة. مع بيضات لؤي؟ يس. ليش هالقد مبسوط؟ ما فهمت. استاذ جوني سينز، انت ما بتعرف، بس انا وبيضات لؤي اعز الاصحاب. لازم شوف وفتش اي بنت مجروحة مرتين. سكاي، بيضات لؤي، شو رأيك تروح تعمل فرض العطانية الاستاذ جوني عندي بالبيت؟ ايه اكيد، ما عندي مانع. ماشي، بشوفك لكان. شباب، حدا شاف بنت عندها 3 علامات بوجهها؟ لا والله ما شفنا حدا، بعتذر. شكرا. خلص سكاي، ركز على درسك. تفضل تفضل حبيبي. واو، بيتك كتير كبير، هول مرة بيجي لعندك. مين هيدي؟ هيدي اختي الصغيرة عرسة، بس ممنوع تحكي معها. ولا مرة قلتلي انه عندك اخت صغيرة. خلص خراس، وما بقى تسأل اسئلة، شوي وراجع، رح اعملك شي تشربه. اوكي اوكي. ليش ما بدو اياني احكي مع اخته الصغيرة مع انه كتير حلوة؟ لازم احكي معها. هاي انا سكاي. وأنا عرسة، أهلين. ليش في 3 جروحة على إيدك؟ هيدولي بسبب خيي بيضات لؤي، لازم تنتبه منه. يا ترى ليه عم بتقلي هيك؟ ما فهمت. بيضات لؤي؟ أنا بدي فل على البيت، صار عندي إسهال. لحظة خليك، عملت لك شي تشربه. ليش صار عندي كل هالعلامات؟ شو هيدا؟ سكاي، ليه منك بالمدرسة؟ امتى طلع لك هيدا الخيط؟ ما بعرف، يمكن امبارح بالليل او اليوم الصبح. طيب اسمعني منيح، هلا بتروح على المدرسة بس بتخبيه منيح وما بتقول لحدا. طيب اوكي. سكاي، كل التلاميذ يتوجهوا على القاعة هلا. خير، شوفي الصبح بكير. ما بعرف، بس ان شاء الله يرجعونا على البيت. اكيد حيكون اجتماع بايخ. اسمعوني منيح يا تلاميذ، كل واحد فيكم قريبا رح يطلع له خيط بشعره، واللي بيصير معه هيك ضروري يروح على غرفة رقم 40 وبسرعة.
يا ريت لو طلع لي خيط اليوم، هيك ما كنت اضطريت اعمل امتحان. اقولك في حدا طلع له خيط او بعد؟ بلا، بخشاني وبيضات له اي وعرصة طلع له الخيط ازرق اليوم. اها، ماما فيك تقولي لي شو قصة هيدا الخيط؟ ثلاثة من رفقاتي بالمدرسة نسمح لهم انهم يفلوا. لا شو في؟ ما فيني اقولك هلا، بس وعدني ما تقول لحد عن الخيط تبعك. اوكي يلا يا تلميذ، افتحوا على صفحة 15 وبلشوا قراءة. أستاذ جوني، وين بخشاني وبيضات له أي وعرصة؟ كمان ما اجوا اليوم على الصف؟ سكاي قابل. سكاي؟ عن مين عم تحكي؟ شو قصدك أنت؟ ولا حدا أستاذ، بعتذر. يا زلمة شو بك؟ كتير عصبته للأستاذ. شو بعمل؟ في شي غريب عم بيصير، في تلاميذ عم يختفوا. اسمعوا يا تلميذ، بكرة الصبح هنعملكم تفتيش ونشوف مين اللي عنده خيط أو لا، جهزوا حالكم منيح. نعم، كل ما وافق على شي بيطلع لي 100,000 دولار. ما بعرف، ماني متأكد. باردون، أكيد ما بدها تفكير، مثل الشاطر بدك تقبل. طيب ماشي. سكاي ما تنسى توصل خيك الصغير أبو طيز على المدرسة قبل ما تروح. ماما بتعرف عندي مشوار مع رفقاتي. طيب ما تجادلني، مجبور توافق أصلا. طيب أوكي. مين بيعرف شو عاصمة الجزائر؟ بيروت. شو حمار أنت؟ نعم. لك هلا هلا بالحمار. بخشاني، فيني خبرك قصة كتير حلوة؟ ايه اكيد، ليش لا، هات لنشوف. I will tell you a good story one day. I went to get a fish and I got a big fish at this. ها سكاي، مزبوط انه لازم توافق على كل شيء؟ صح مزبوط، كله من ورا امي، هي اللي اجبرتني اعمل هذا التحدي البايخ. طيب وأنت بصير فيك تاخد المصاري؟ بعتقد بعد في شغلتين لازم وافق عليهم وباخد المصاري. سكاي، مس مانيوكا بدها تعمل امتحان. شو عم تحكي؟ لازم ادرس بسرعة. لا 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 لحظة، خد هودي حط لها هني بالشاي تبعك. عم تمزح اكيد. ماما انا جيت عملت كل المهام واخدت 500,000 دولار. سكاي انت رحنا الاعتقال، اعطيني ايديك. لحظة، ليش عم تعملوا هيك؟ ما فهمت شو عملت انا؟ عرفنا انك خدرتها لمس مانيوكا وغشيت بالامتحان، عشان هيك بدنا ناخذ لك مصرياتك كلهم ونحبسك. سكاي شو عم ترسم؟ عم برسم حبة افوكا. افوكا؟ ما فهمت ليه؟ كيف هيك؟ لاني جوعان. بابا سكاي كل ما يرسم شي بيتحقق. عم تستهبل انت. بابا رح ارسم لك هدية. اخ، شو هالشي اللي نزل على راسي؟ يا زلمة أنا هيدا بخاف منه. سكاي فيك ترسم لي تليفون؟ أوكي. واو، تفضل. عن جد ميرسي إلك. ماما أنا رجعت. سكاي احترق البراد، فيك ترسم لي واحد جديد؟ سكاي فيك تساعدني بشي؟ خير، شو بدك؟ قلت لرفقاتي إنه بكرة الصبح رح أجي بسيارة فيراري على المدرسة. إيه وبعدين؟ ماما سكاي ما بده يساعدني. طيب ماشي يا هبيلي، ارسم لي مصاري. حل عني. عم قلك ارسم لي مصاري احسن ما اشتق الدفتر وارسمهم انا. طيب تكرم عينك، رح ارسم لك شي يحقق لك كل احلامك. اقولك شو رح يرسم لي؟ شي 100,000,000 دولار. سكاي محية عم بمزح معك. نعم، ممنوع سلم على العالم او ممنوع اتنفس. شو هيدا؟ ماما كل يوم رح يطلع لك خيارين الصبح والمفروض تنقي واحد بيناته. أهم شي ما تعمله. أوكي. الريحة كتير حلوة. سكاي بخشاني، بعتذر ما رح فيني. لا ما رح تسلم على صديقك المفضل؟ ما بقى تحكي معي أنا فعلا. صباح الخير، لنشوف شو رح يطلع لي اليوم. واو سكاي، ماما يلا تعال لازم نروح، رح تتأخر على المدرسة. ماشي. مرحبا استاذ، سوري على التأخير، انا فايت على الصف، هاي بطاقتي. لحظة شوي، لوين فالل؟ ابتسم شوي لقارن الصورة بوجهك. استاذ جوني، اول ما فيني ابتسم وشو نسيتني؟ صار لي بتعلم عندك 10 سنين. هايدي مش صورتك، يا بتبتسم هلا او بتفل على البيت. ماشي. سكاي ليش واقف برا؟ ما بدك تفوت على المدرسة؟ شو بك؟ شو صار لك؟ شو في؟ يا زلمة بطل فيني اقشع، ما عم شوف شي. عن جد؟ ايه والله، كل يوم عم يطلع لي خيار اصعب من التاني.
صباحو يا حلوين. شو هو الخيار اللي طلع لك اليوم؟ بعد ما طلع نعم بالحالتين إذا بنقي وحدة فيهم رح موت، ما بدي نقي ولا وحدة. لا.